شوفوا لي الازدحام وشوفوا لي الناس، شوفوا لي التوك توكات. هذا منو لابس ديور؟ هلاو. هلا والله، انت وين؟ اخر يوم بغداد، اخر ساعات ساعات بس معاملاتنا بغداد. اي والله، بس شوفوا لي الازدحام. ما اقول لكم غير الله يساعدكم. هسه راح نروح نتغدى ونشوف شو نسوي بعدين. يلا يلا، ما احكي لكم المعاملات بالعراق كلش صعبه. و هسه راح ناكل ونطلع وجهنا الأربي. قبل ما نكمل الفيديو، جايب لكم اعلان الكل راح يستفاد من عنده. احنا موجودين بالحاسيه بشارع الكندي مقابل مطعم ولحوم عارف، مستلزمات ميديا الطبيه. طبعا هاي المستلزمات كل شيء متوفر بيها، وراح نشوف داخلها شنو الاشياء اللي ممكن تشتري. طبعا هذا الجهاز يجنن، احنا عندنا من عنده، هذا يسوي مساج من فوق لجوه. والله هذا استخدموه ما تخسرون شيء، رهيب. والقران احنا انا ما جايبته منها بصراحه، من المانيا. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا كوشنات جيلاتينية، هاي تستخدم للفقرات للناس اللي مسوين عمليات جدا طبية والكل يحتاجها. بس تستصلون بهم اوكي. اللي عنده استفسار او شيء ممكن هم يساعدوكم بالاشياء اللي تحتاجوها انتم اوكي. وبس تقولون من طرف حسين وهيفا التعامل راح يصير كلش حلو. جماعة الطبية عندهم هنا كل الالوان، بصراحة انا ما اعرف هالالوان شنو، بس اعرف مال الدكتورة. وعندنا هذا بالمانيا مال عمليات، وهذا مال عمليات اكيد يفيدنا، ما عارفينه. فهم انا كلهم متوفرات، ها اسعارهم كل زينه، وبيعون مثل ما قلت لكم جمله ومفرد. الجمله الكبيره والمفرد الصغير. يلا تعال خلينا نشوف بعض. هسه راح احكي لكم اشياء ان البنات يحبوها كلش هوايه. احلى شيء اللي هو مشد البطن اللي يمسح الكرش، يعني نقول احلى. هاي بعد ايش؟ هاي تجي بعد العمليات مال نحت، او حتى من بدون عمليات يكون عندها كرش صغيروني تشده بهاي الامور. تمام، هاي الكرسيات عندهم كل شيء موجود، عندهم هاي شغلات هنا مال ايدينات، مال رقبه، مال حتى ورا عمليات التجميل من سواء يحتاجون مشدات على مود يبقى العمليه يعني انه تكون مشدوده. تمام، فكل شيء متوفر عندهم. ياسين شنو هاي؟ هاي الصدريه التركيه، خامايتها يسموها الفك، يعني خاصه مال الصدريه. والله هاي اذا البسها اطلع طبيب. طبعا هسه راح البسها واشوفكم اياها اوكي. الاشياء اللي يشتغلون بيها طبعا كلها جوده عاليه، وحتى توقع يجون لالمانيا حتى ياخذون اشياء ويوفرون اشياء اللي موجوده بالعراق. صحيح. فمثلا هسه هاي راح البسها وراح اصير لكم طبيب. وانت اصلا شكلك مع الدكتور. اكتب الطبيب بالعراق خلاص. هنا انا كل شيء يصير. حسين اريد اسوي لي نحت عليك النبي. اي هاي قلنا بس ما عندهم عمليات. ما النحت لا مو. مو يابه طبيب ولا مو طبيب؟ طبيب يابه. طبيب. ها حتى عندهم مال اشياء مال اطفال، كل شيء تجهيزات توصل لهاي الامور موجوده عندكم هنا. والارقام راح نخليها تمام الشاشه مثل ما قلنا لكم، بس تقولون من طرف حسين وهيفاء التعامل مالهم راح يصير كل شيء. لقيت شغله عندهم فوق، حتى الفوط مال كبار بالعمر او مقعدين او شيء متوفره. مثلا عندك مخدات طبيه اوكي، هاي انا استخدمها بالمانيا صراحه كل جنة. كلش يرتاح الواحد. وانا شفت قبل شويه واحده بس ما ادري وين شفتها، هم عندنا واحده منها. هذا الدوشه همينه، هاي الناس اللي مسوين عمليه المقعدين اوكي، على المتقرحات لا تطلع، فيستعملون هذا الدوشق. مثل ما قلت لكم كل شيء موجود بهذا المحل، ويوصلوا لكم وين ما كنتوا بالعراق، بالشمال، بالجنوب، بالغرب، اي مكان. هذا المشهد مال الولاده انصح اي وحده يكون عندها طبعا ورا الولاده هذا الشيء، وانا وحده من الناس استخدمته، فاللي ما عندها تشتري وتوفر عدها بالبيت. ها شنو هيفا؟ شو ماخذه؟ انت من سمنك عم تاخذين؟ انا قبل لا اصور قلت قالوا لي انت ما تحتاجين، قلت لهم لا، وانا اعرف نفسي راح اسمن عمود يطلع احتياطات. احتياطاتي. حبايب الكل يقدر يتواصل ويا مستلزمات ميديا الطبيه، وراح توفر لكم كل احتياجاتكم بخصوص هذا الموضوع. واي شيء تحتاجون ارقامهم موجوده وتقدرون تتواصلون وياهم، وموجود عندهم فرع في الحارثيه والفرع الثاني في اربيل. شكرا لكم، وخلينا نكمل الفيديو. طبعا كملنا، عندنا معامله كانت اوكي، والله يساعدكم معاملات شويه روح وتعال، والجو يعني ازدحامات هنا كلش مو طبيعيه. نروح اول شيء نروح ناكل، وهم نطلع بوجهنا. هسه شنو وصلناه؟ طبعا هاي اخر غدا وغيوب ببغداد، راح نستاق بغداد، راح نستاق ناس بغداد وهن. والله يعني قد ما اقول لكم اي والله هسه حسيت شعور جديد، راح نرجع هناك ونرجع الروتين يختلف عن هذا الروتين. بس الحمد لله وشكر شفنا اهلنا وناسنا اللي موجودين هنا، وشفنا المتابعين بكل مكان. هسه شنو يابا؟ كملنا كل شيء وطالعين مثل الجمسي، وراح نطلع وين؟ على ابي كان هاي اخر اوقاتنا ببغداد. وهني يلا نقول لهم باي باي اهل بغداد، نشوفكم ان شاء الله.
السنين الجاية. شوفوا رجال يما قلبي والله. بس خل ارجع انا ماشي على ذانك بوصل. خلت انت طلبت تقعد هناك مقرف بعد كلش الزحام. صرنا ساعة. الله يساعدكم على الزحامات هاي اليومية. ما ادري ايش اقول لكم بس الله يعينكم. بس هاي البوابة مال الخروج. شنو الازدحام؟ يلا وصلنا البوابة بغداد تمام. واحنا عاد خلاص هاي نشوفكم على خير ان شاء الله. عسل الازدحام. باكو اوكي خطيه شو نايم تعب من السياقة يا قلبي. يوم مثل غزلان كنا نوم تبو. قوم ارفع الجوزة. المطعم كيف ما في نورت نورت. بس قعدنا طبعا هذا المطعم اكيد الكل يحب بالجي الاربي لازم يقعد معاهم خصوصا المقبلات مالتهم والاكل في الشيء. ويلي هسه راح يجي الاكل. انا شنو حسين؟ ميتين جوع. ميتين الصبح قبل معاملات باب معظم اكلنا بس المطعم كان مو فتشي. اي كلش تعبان بس هسه لا هاي المطعم كلش طيب. الأكل الكردي كلش طيب. أويلي حشتتكم والله حشتتكم. أنت ما تعرف كردي بس أنا. أنا أحبكم. أري. ماكو شيء باللهجة الكردية حتى اللكنة. أنا أبويا كردي. وانيس حسين قال أنا جيتي أنا مد السوق. صدق والله. والله أوف الله على صفحة. هذا سويتي. زين تمام. صدق بس طب ما حالي يفتح شهيتك أصلا هذا السوق ما. عندي فكرة. هذا شو السوق خالي بيسحب. يعطوك إياه أول شيء عن الجوع. عندي فكرة. انت بس اكل السوق وخلي الباقي الاكل انا اكله. لا مو مش حيشهيني حق اكثر. انت صرت نفس واحد اشوفه بالانترنت ياكل وخلي ابني يبوع عليه. شنو يا نونو قام ياكل ميز يا قلبي. برده يبون فيديو بشوف النظرات. يبون فيديو نونو يشوف النظرات. كوكي اويلي صح يا ماما. هسه اجى دوري. ايش نزلين؟ شكرا. انا شوفكم شغله. بس شوفوا الاشياء المقبلات اللي هاي نزلت. اويلي المقبلات صدق هاي المقبلات. هذا هاي تفاح ما طيب. حلويات مو حسين احب يحلي. حمص بطحينه طيب. باكو كيف بشوفه حلكي شلون راح ينعوج. ما شاء الله. شوفولي الله الله الله. قلنا لكم يا بهيش مطعم ولا لا؟ زين باوي بعد الجيتار. صدق جيتار نعمل طلعها زين. وهسه اكيجي هذا الكوزي وهذا الكباب وسهمكم العاطي ما شاء الله ما شاء الله السفرة عامره. هسه لازم اروح نحلي بمكان رهيب. المكان هو بدريم سيتي. طبعا الشوارع كلش حلوه الاشياء كلش حلوه. طبعا ضباب وبارده كلش. بس انا لازم اجرب هذا الشيء اللي حروح له هسه. وهيا توصلت. طبعا عصير تايم كلش معروف. هو اي شفت على اعلانات قلت قبل لا اسافر لازم اجربه. هو بعد محل يلا. واخيرا اجيت اجربه. بشوفوا هاي انا هاي احنا زي ما نشوف شنو قنبله. احنا شي خبراء السعاده اسم على مسمى. هسه حنجربه ونشوف. شوفوا لي حجم البوكس هذا هسه راح ننتحر فيه. طبعا ما خلي حد يلزمه. طبعا متروس ترس. فهسه ارجع للبيت وطعمه اقول لكم تجربوا او لا. يلا يا وهاي اخر لحظاتنا طبعا بالعراق. حلو بدت الطياره تمشي وما راح ننسى هاي الرحله. امين اكو ناس اللي ما جربته. طبعا نحب نشكر كل الناس اللي شفناها كل الناس اللي كنا يمها اقاربنا في كردستان
كردستان اهل الموصل اهل بغداد اهل كربلاء اهل الانبار كل المحافظات طبعا اسمها نحب نشوفها بس للاسف ما صار لنا ما صارت لنا الفرصه ما صار لنا الوقت وراح نرجع لحياتنا اللي متعودين عليها الحياه لا خلينا نتوكل الحبيب روتين يختلف عن هذا الروتين صدق بالسعاده ما راح ننسى كل لحظه قضيناها ويا الناس اللي نحبها بالاراء انا كلش حابه اجرب اللي يصير طبيعي انه راح نودع بلدنا وما نعرف شو وقت راح نشوفه مرة ثانية نقدر نشوفه أو ما نقدر نشوفه بصراحة كل هاي اللحظات استذكرناها وإحنا بالطيارة وهسه وين صرنا فوق الغيوم وما بقت ساعات قليلة وراح ننزل بألمانيا ونحب نقولكم يا رب إن شاء الله نشوفكم دوم بخير ونشوف دوم العراق بخير وبأمان ومزدهر ومتطور أحسن من هذا اللي شفناه وإن شاء الله يعم الأمن والأمان ويرجع بلدنا أحسن وأحسن من قبل بألف مرة وهسه هنا شنو يا ب طبعا بدت علينا الثلوج ومن هنا راح تشوفون الاجواء اللي فوق المانيا طبعا الثلج مبين وهسه دخلنا الاراضي الالمانيه وحاليا راح ننزل في مطار دوسلدورف الرحله هاي تستغرق 4 ساعات ونص بالطياره من العراق الى دوسلدورف المانيا يلا حبايب ان شاء الله نشوفكم جميعا بخير وكانت هاي رحلتنا اللي بالعراق دامت اكثر من 27 يوم وكانت من احلى رحلات اللي قضيناها بحياتنا بالفتره الاخيره نشوفكم بخير وانتظرونا الفيديوهات الجايه راح تكون من المانيا واللي ما متابعنا يتابعنا لان الفيديوهات الجايه راح تكون حلوه وايام الاعياد في المانيا ما تتابعوها ها حسين شنو الوضع؟ ركض ركض اي والله ركض ركض وهسه احنا بالطياره وان شاء الله راجعين لالمانيا كل شيء تمام إن شاء الله بس تعب خيالي ركبنا نقبل نحيف إحنا آخر ناس طبنا للطيارة شايلين العراق كله راح نيوم وأكو شغلات صادروها مني يعني مثلا صادروا نص ودزينا نص بالتكسيات رجعنا ونص ركبنا وياهم بس يلا المهم إنه لحقنا على الطيارة ركض ركض قالونا قلنا لهم هاي طيارتنا فلو ركضوا ترى ماكو وقت وين يركضوا شايل كوم كمان ان شاء الله نوصل بامان ان شاء الله سلام ان شاء الله خليكم بهالفيديو خلينا نشوف لما نشوف بيتنا الله مستاكله الله بيتنا الله بيتي والله تهذبت تعرفون هاي فاض كل سفره يم الشباب يلا زعلان حتى ما بي حد يتعارك وياي كوكي كوكي طيب كوكي ده يتعارك ويا الآذن ما أعرف إيش يسموه. أبي حلا عبر وأخيراً هزت حركة الطيارة صنوات ننتظر. أتمنى أن السفرة موفقة والتوفيق للجميع وأتمنى بلدي يصير أحسن من هذا الوضع اللي هو بي والتوفيق للجميع يا رب. أشوفكم بخير ودومكم بخير همين. وهنا راح تطير الطيارة طبعا راح نودع كل اللحظات الحلوة راح نودع ناسنا راح نودع بلدنا الجميل بلدنا الحبيب وما اعرف ما احكي لكم شنو الشعور نتودع شيء انت تحبه وبصراحة هاي اخر لحظاتنا نشكر كل الناس اللي كنا يمها نشكر الناس اللي شفناها الناس الطيبة اللي شفناها بالشوارع الناس اللي موجودة بأربيل بكردستان اللي موجودة بالموصل بكربلاء بغداد بالأنبار اتمنينا نشوف كل المحافظات العراقية بس للأسف ما قدرنا وصارت عندنا ظروف وهمنا لازم نرجع بسرعة وقت هاي الرحلة كانت أحلى رحلات اللي سويناها الفترة الأخيرة بحياتنا ما راح ننساها وشكرا مرة ثانية لكل الناس اللي استقبلتنا شكرا لأقاربنا العمامنا القرايبنا الخوالنا إن شاء الله نعيد هاي الجاية وما نعرف إذا نعيدها أو ما نعيدها بس إن شاء الله راح يجي يوم ونعيد هاي السفرة للعراق وهسه وين صرنا؟ صرنا فوق الغيوم متوجهين الألمانية المكان اللي عايشين بيه وإن شاء الله السفرة تطول بالطيارة 4 ساعات ونص حتى نوصل من العراق إلى ألمانيا دوسلدورف ومن هنا بينت ألمانيا من الثلوج شوف الثلوج اللي موجودة على جام الطيارة وهنا صرنا وين فوق مدينة دوسلدورف راح ننزل وخلص انتهت سفرتنا وإن شاء الله ننتظر الفيديوهات الجاية راح تكون الأيام الجاية من ألمانيا وراح نشوفكم أجواء ألمانيا والأعياد أعياد رأس السنة اللي موجودة بألمانيا أكيد الأيام هنا كلش حلوة بهذا الوقت
وهسه صارت الطياره وين نزلت بمطار دوسلدورف. حبايبنا نشوفكم ان شاء الله بالايام الجايه ونشوفكم ان شاء الله بالسنين الجايه ممكن، والفيديوهات الجايه اكيد راح تكون من المانيا. تابعونا، واللي ما متابعنا واللي ما مسوي اشتراك يشترك بالصفحه، واكيد راح تكون فيديوهات كلش حلوه. هاي الطياره اللي كنا طايرين بيها هذا يفولون هباوز بنزين، هسه راح نطلع ندرج هنا وناخذ نطلع ونتوكل على الله.